أهلا بكم الآن مرة أخرى مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي من بروكسل بعد التوقيع على الإعلان المشترك الثالث بشأن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي. يريد أن يسيطر على الدول المجاورة والسيطرة على الديمقراطية والحرية. نعرف أن ذلك سيكون لديه تداعيات طويلة الأمد على أمننا، بالتالي علينا الاستمرار بتعزيز الرابط بين دول حلف شمال الأطلسي، وعلينا تعزيز أيضا العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، كما أنه علينا زيادة دعمنا لأوكرانيا. في عالم من التنافسية الاستراتيجية المتزايدة، فنعرف أن التغيير يمثلون الآن تحديا لمبادئنا الديمقراطية وحرياتنا، ليس فقط من خلال الأنشطة العسكرية، ولكن أيضا من خلال التقنيات التكنولوجية وغيرها. نعرف أن السياسات الصينية الجديدة تمثل تحديا لنا، ونعرف أن زعزعة الاستقرار في المنطقة تؤذي بأمننا وتمثل أرضا خصبة للتنافس الاستراتيجي، وبالإضافة إلى المجموعات الإرهابية. إعلاننا اليوم يوضح أن الناتو يبقى أسس الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي ومهم جدا لأمن الأورو الأطلسي، كما يعترف هذا التعاون بتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، مما سيساهم بطريقة إيجابية لأمننا، وسيكون أيضا متساويا مع قدرات الناتو. إعلان اليوم يبني على إعلانات 2016 و2018، وبناء على هذه الإعلانات توترنا أفعالا وأنشطة وحققنا تقدما كبيرا في تعاوننا. نحن مصرون اليوم على أخذ هذه الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي إلى المرحلة التالية، ولتحقيق ذلك علينا تعزيز مكافحة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والاستراتيجية، كما علينا العمل على خلق الحيز المناسب لعملنا ومكافحة التغير المناخي، والعمل على الدفاع المشترك ومنع التدخلات الأجنبية. وهذا الأمن سيصبح أفضل ما أن تنضم كل من السويد وفنلندا بشكل تام إلى حلف الناتو، ومن خلال انضمام هاتين الدولتين سيتمكن الناتو من الدفاع عن 96% من مواطني الاتحاد الأوروبي، ونتشارك أيضا جزءا كبيرا من الأراضي. نحن نشجع قدر الإمكان عمل حلفاء الناتو الذين لا يعدون أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في مساعينا، كما ندعم أيضا كل دول الاتحاد الأوروبي غير عضو في الناتو لمساعدتنا في مهمتنا. أود أن أشكر شارل ميشيل وأرسولا فان دير لاين لقيادتكم في محاورة مضي قدما بهذه الشراكة. والآن أعطي الكلمة لرئيس مجلس الأوروبي شارل ميشيل. شكرا جزيلا لك أرسولا فان دير لاين ولك ينس ستولتنبرغ. صباح الخير لكم جميعا. التعاون القوي يسمح بأمن قوي. نحن تمكنا بزيادة تعاوننا خلال السنوات الماضية، ونعرف أن الناتو والاتحاد الأوروبي أقرب من ذي قبل، وأن هناك رابط أساسي بين المنظمتين، ونعرف أن 22 دولة من الاتحاد الأوروبي هي عضو في الناتو، بالإضافة إلى فنلندا والسويد، ونعرف أن معظم دول الاتحاد تمثل معظم دول الناتو. نحن نتشارك مبادئ الحرية والديمقراطية، كما نتشارك الأهداف نفسها، ألا وهي السلام والحرية والازدهار لشعوبنا. الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد كانت لها تداعيات غير مسبوقة، فهي عملت على تعزيز عمل كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. فضلا عن ذلك عملت على التقريب بين مؤسستينا. أولا، نحن أقوى من ذي قبل. الناتو قد عمل على تعزيز وجوده في شرق أوروبا، وسيحظى بدولتين جديدتين، فنلندا والسويد. بوتين الرئيس الروسي كان يريد من تخفيف وطأة الناتو، ولكن حقق عكس ذلك.
وسيكون لديه تعامل أكثر مع الناتو وسيواجه الكثير من الدول الاتحاد الأوروبي. نحن أيضا نصبح أقوى، فنحمل على تسريع عملية قدرات في دول البلطيق، كما اتخذنا القرار التاريخي بتقديم ترشيح للعضوية أوكرانيا ومولدوفيا واحتمال انضمام جورجيا إلينا. كما نعمل أيضا على فرض سياسة الدفاع الأوروبية المشتركة للمرة الأولى في التاريخ، فقد وفرنا المعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال مرافقنا الأوروبية بعد بضعة ساعات فقط من بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. وحتى الآن قدمنا أكثر من 3 مليارات يورو لأوكرانيا، بالإضافة إلى المساهمات العسكرية الممتازة التي قدمتها دول الأعضاء لأوكرانيا. فمنذ اليوم الأول وقفنا مع الشعب الأوكراني من خلال قوتنا العسكرية وعلى الصعيد أيضا الاجتماعي والإنساني واللوجستي. كل من الاتحاد الأوروبي ودول العضو شاركت في أكثر من 50 مليار يورو لأوكرانيا. فضلا عن ذلك، نعرف أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد ساهمت في تقريب كل من الناتو والاتحاد الأوروبي، ونحن أقرب اليوم من ذي قبل. فنعرف أن كل من الناتو والاتحاد الأوروبي قد عملت على مشاريع طموحة، وذلك عبر تعزيز استراتيجيتنا لضمان الأمن المستقبلي الأوروبي، وذلك من خلال تقديم بوصلة الأوروبية بالإضافة إلى المفاهيم الأوروبية الجديدة. فنحن نعلم أن الناتو لا يزال هو لأسس أطر الدفاع العسكرية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، ونعرف أن الاتحاد الأوروبي سيشكل بطريقة فعالة أكثر في محافظة على أمن هذه المنطقة. من خلال إعلان اليوم، نحن نريد أن نتحضر للمستوى التالي، وذلك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وعلينا تعزيز تعاوننا في مجالات جديدة مثل العمل على البنى التحتية الحساسة والفضاء ومكافحة تداعيات التغير المناخي، بالإضافة إلى منع أي تدخلات أجنبية. نحن كأوروبيين نريد أن نتحمل مسؤولية أكثر لدفاعنا، وذلك يعني أنه علينا أن نعزز الأعمدة الأوروبية في الناتو. القادة الأوروبيون وافقوا على استراتيجية واضحة في اجتماعنا في فرساي فرنسا في مارس الماضي، وعملنا على زيادة استقلاليتنا الدفاعية بالإضافة إلى السيادة الأوروبية، ووافقنا على الإنفاق المزيد على الدفاع بالإضافة إلى تعزيز قدراتنا الصناعية من خلال الاستثمار أكثر في دفاعنا. العمل على أوروبا أقوى ستجعل من الناتو أقوى، لأننا نعرف أن الحلفاء الأقوياء يساهمون في تحالفات قوية. شكرا جزيلا لك يا ستولتنبرغر الأمين العام للناتو لأنك تساعدنا في المضي قدما في هذه الخطة. بإمكانكم الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لكم. الآن أقدم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلين. شكرا لكم ينس ستولتنبرغ وشارل ميشيل. لن أنسى أبدا 24 من فبراير 2022 حين كنا التقينا معا أمام هؤلاء الأشخاص حين بدأت روسيا هذا الاحتلال العدائي لأوكرانيا، وكان ذلك يشير إلى هذا الاتحاد والعزم الذي سنواجهه والذي سنعتمده لمواجهة روسيا. عيون العالم تركز على الجبهة الشرقية في أوكرانيا حين بدأت روسيا هذه الحرب، ولكن أيضا كانت الأعين تصب علينا فيما كانوا ينظرون إلى كيفية تحضرنا هنا في بروكسل على هذه الحرب. ونعرف أن العالم رأى كم نحن متحدين، فنحن نحظى بدعم الشعب الأوكراني، ولكن نحن نعمل أيضا ضد الحرب الإمبريالية التي بدأتها روسيا. نعرف أن الدعم والتعاون والعزم الأوروبي قد تعزز. نحن كنا شركاء قريبين قبل الحرب الشرسة الروسية، بالتالي عملنا على تنسيق استجابتنا من خلال الكثير من التمارين التي أجريناها معا، كما عملنا على زيادة تعاوننا ضد الاعتداءات السيبرانية، وذلك للحصول على تعبئة عسكرية أفضل ولمكافحة نشر المعلومات الخاطئة والمضللة، بالإضافة إلى إيقاف الاعتداء ضد لاتفيا وبولندا والذي بدأها من نظام لوكاشينكو. ونعرف أن سافرت معكم سيد ينس ستولتنبرغ للمنطقة لمحاولة التصدي لهذه المخاطر. نحن نعلم أنه علينا وتعزيز هذه الشراكة التي بدأت
الولايات منذ أكثر من 20 عاما، لأن أمن أوروبا يواجه تحديات وهو مهدد، وينعكس ذلك من خلال رغبة كل من السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو. ونحن نتطلع قدما لأن يحصل كل من السويد وفنلندا بالعضوية كاملة في الناتو، كما نحن نتطلع قدما فيما يتعلق بالعمل على السياسات الدفاعية الأوروبية. نحن نعي كل التحديات، ولكن نحن قادرون على الوقوف ضدها. التهديد والتحديات الروسية تمثل الأولوية، ولكنها ليست بمفردها. لاحظنا كيف أن الصين تعمل على زيادة نفوذها ومحاولة تغيير النظام العالمي لصالحها. بالتالي يجب أيضا أن نعزز مرونتنا، ومن خلال هذا الإعلان المشترك الجديد نحن نحاول قدر الإمكان الانتقال إلى المرحلة التالية أو الارتقاء بهذه الشراكة. نحن سنوسع مجالات العمل. كان هذا جانبا من المؤتمر.